السلام عليكم. طريقة جديدة في تقديم المحتوى، ولكن النهاردة أنا معايا الشاومي 12 تي الجديد، واكتشفت فيه 4 مفاجآت. أنا محمد طايل، ويلا بينا نبتدي. أول مفاجأة بالنسبة لي أنا كانت الأداء. المتعارفين طبعاً الشاومي 12 تي بيجي بمعالج من ميديا تيك الدايمنستي 8100 ألترا، بيجي معاه كمان معالج رسوميات المالي جي 610 ام سي 6، يعني في 6 أنوية، ورامات 8 جيجا من نوع دي دي ار 5، وكمان ال 256 او ال 128 على حسب ما تستيري الذاكره الداخليه، بس من نوع يو اف اس 3.1. التركيبه دي كلها كانت مخلياني ان انا ممكن اقول الجهاز ده في سعر 15000 جنيه حتى لو مع تغيرات الاسعار، بس ليه ميديا تك 8100 الترا الدايمنستي الجديد؟ ولكن اتفاجئت لما دخلت على سلاسه الاستخدام ما بين تطبيقات السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام واتساب، كل ده الموبايل كان بيشتغل معايا بسهوله جدا وما لقيتش اي نوع من انواع اللاج، بل بالعكس كمان انا الموبايل اداني بيرفورمانس عالي جدا، ويمكن اول مره اشوفها في سوفت وير شاومي. يعني وليكن على سبيل المثال الجستر اللي انا كنت بستخدمها او الايماءات بدل الزراير الافتراضيه اللي هي الباك والهوم والمالتي تاسك، النهارده شاومي عدلتها بكتير جدا، وبقت فعلا الجستر دي او الايماءات دي بقت بتشتغل بسلاسه جدا. السوفت وير وانا حاطط فيه شريحتي الشخصيه، يعني مسكته اكتر من حوالي اسبوعين، ومع ذلك الموبايل ما ادانيش اي تهنيجه، اي لاج، اي بقزايا كده اشوفها في السوفت وير. فحرفيا السوفت وير اللي معمول هنا المره دي على الشاومي 12 تي معمول بمزاج قوي. ده غير تجربته كمان مع الالعاب، المعالج ده اثبت فعلا ان هو معالج قوي جدا ويقدر ينافس كمان المعالج بيجي الالعاب بتاعته زي ببجي وكول اوف ديوتي، بلعبها على الاكستريم وعلى الاتش دي ار ومفيش اي نوع من انواع اللاج. فبصراحه الاداء هنا بالنسبه لي كان مفاجاه كبيره جدا. المفاجأة التانية واللي كانت مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لي برضو هي الشاشة. احنا عارفين طبعا ان الشاشة بتاع الشاومي 12 تي بتيجي بحجم 6.7 انش بدقة فول اتش دي بلس، وده بيديني كثافة بكسلات حوالي ما يقرب من 446 بي بي اي، يعني استحالة تشوف عليها اي نوع من انواع البكسلات تماما. والشاشة من نوع اموليد وبتدعم 120 هرتز، وكمان بتوصل البرايتنس بتاعها تحت أشعة الشمس 900 نتس، وجوه المنزل بتوصل 500 نتس. ولكن المفاجأة ما كانتش هنا، المفاجأة بالنسبة لي كانت في عنصرين اتنين بس. العنصر الأول وهو البرايتنس بتاع الشاشة، هما بيقولوا إن هي جوه البيت 500، ولكن أنا بقعد تحت الإضاءة وما قابلتنيش فيها أي نوع من أنواع الإزعاج تماما. والشاشة بصراحة بالنسبة لي أنا كانت مميزة في حتة السطوع بتاعها، حتى لما كنت بنزل تحت أشعة الشمس بالنسبة لي برضو الشاشة كانت كويسة جدا. والحاجة التانية واللي كانت مفاجأة كبيرة قوي بقى بالنسبة لي هو لعب شاومي في السوفت وير. مش بقول لك يا صاحبي، السوفت وير بتاع الشاومي 12 تي معمول بمزاج قوي قوي قوي، مفيش باجز، وكمان ضافوا فيه بعض المميزات الجديدة زي الاوريجينال كلر. لما بتيجي تدخل على الديسبلاي اللي هي الشاشه الاعدادات بتاعتها، بتلاقي تحت في الكلر شيم كده بتلاقي عندك في حاجه اسمها اوريجينال كلر، يعني بيعرض لك الالوان الطبيعيه على الشاشه، وده ما كانش موجود في سياسه شاومي مع كل الاصدارات اللي قبل كده. كنا دايما بنشوف لما وضع الفيفيت او الوضع الستاندرد او الوضع اللي انت تقدر تلعب بيه تخليه ما بين الكولد والورم، دي حاجه بتاعتك انت. لكن هنا المره دي الموضوع مختلف تماما، وشاومي نقلت المنافسه لحته تانية، بقت بتعرض لك اوريجينال كلر، يعني اللون اللي انت شايفه في الحقيقه هو اللي هتشوفه على الشاشه. وبالتالي انا استخدمت الشاشه دي في تعديلات الصور ليا على اللايت روم، وبصراحه ادتني نتيجه مبهره جدا، والشاشه فعلا مسكتها في الايد حلوه قوي. ده غير انها كمان مدمجه تحتيها قارئ البصمه السريع جدا واللي من نوع اوبتيكال، ولكن ممتاز، بيفتح بشكل ممتاز جدا ولا مره غلط معايا. ده غير ان الشاشه دي لما تيجي تتفرج عليها على المحتوى فهتكون شاشه بالنسبه لك مفيده جدا ومناسبه، خاصه ان انت عندك ستيريو سبيكر سماعتين، والمره دي مش سماعه المكالمات هي اللي بتشتغل، لا يا صاحبي، احنا عندنا بالفعل سماعتين حقيقيين جوه الجهاز،
سماعه فوق وسماعه تحت، وده بيديني مستوى تاني خالص وليفل تاني من متعه المشاهده ومتعه الصوت. وبصراحه استمتعت كتير جدا وانا بتفرج عليها على المحتوى بتاعي المفضل، اذا كان على يوتيوب، نتفليكس، ان هي كمان بتدعم ال HDR10+، او حتى كمان على شاهد واوس ان وواتشت. بصراحه انا استمتعت جدا خلال الاسبوعين بتوعي على تجربه الشاشه دي مع مستوى الصوت اللي كان بيطلع بيس كويس جدا وتريبل كويس قوي على مستوى وسعر الجهاز ده. وانا بصراحه تقييمي للشاشه والصوت 10/10. المفاجاه الثالثه بالنسبه لي واللي عجبتني جدا وهي الشبكه. تخيلوا يا جماعه الشبكات مستقره جدا. انا عارف طبعا ان في تعاون كبير جدا ما بين شاومي وميديا تك من ايام زمان قبل ما يدخلوا مصر ويبداوا يستخدموا معالجات الكوالكوم، وتقريبا الناس كانت بتشتكي من ضعف الشبكات في معالجات كوالكوم، ولكن كشبكات في ميديا تك لا، الدايمنستي 8100 الترا مديني اريحيه كامله جدا في الشبكه. عمر ما حد اتصل بيا وقال لي مغلق بعيد عن ظروف الشبكات في مصر، انا بتكلم في الطبيعي، لا الموبايل كان بيرن، الموبايل عادي جدا. فمستوى الشبكه رهيب جدا على الدايمنستي 8100 الترا. الحاجه الاغرب بالنسبه لي كمان وهتشوفوها دلوقتي غريبه، ان سنسور المكالمات اللي هو سنسور التقارب هنا شغال بشكل كويس جدا، بعيد بقى عن كونه سوفت وير او هارد وير، لا هو شغال بشكل كويس جدا. عمري ما حطيت الموبايل على ودني ولقيته بيفتح لوحده او الشاشه بتفتح او بيقفل او بيعمل هولد المكالمه، لا اطلاقا، كنت بستخدمه استخدام عادي جدا والموبايل شغال معايا بشكل ممتاز قوي. رابع مفاجأة ليا وهي معالجة الكاميرات. انا عارف ان شاومي عملت كتير جدا في اجهزتها كاميرات من النوع اللي هي بتكون 108 ميجا بكسل، وده خلاص بقى الترند يا صديقي في معظم الهواتف اللي بتزيد فوق ال 10000 جنيه اللي انت تاخد موبايل بكاميرا 108 ميجا بكسل. ولكن كون ان شاومي تظبط معالجة الكاميرات مع ميديا تك بالطريقة اللي انا شفتها دي، يكاد يكون والله بدون مبالغة ان هو بيتفوق على الايفون، فلا دي حاجة مثيرة للجدل بشكل مش طبيعي. حتى في معالجة الإضاءة اللاسعة بيقدر يسيطر عليها أحسن من الآيفون، وما بيقدرش يعمل في الكرير بتاع الإضاءة زي الآيفون اللي معايا موبايلي الشخصي اللي هو 13 برو ماكس. انت متخيل يا صديقي المدى وصل لحد فين؟ الكاميرا الاساسيه 108 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.7، وكمان فيها مسبب بصري حقيقي OIS مش الكتروني، وكمان عندك كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل وكاميرا 2 ميجا بكسل للماكرو. الكاميرا الاماميه 20 ميجا بكسل بفتحه عدسه ضيقه شويه f2.2. خلاصه الكلام على الكاميرات، انا همسك الكاميرات من الاقل للاعلى. الكاميرا الاماميه في شاومي كانت كويسه وما عنديش عليها مشكله، ولكن نفسي يغيروا نوع السنسور اللي هم بيستخدموه في العدسات الاماميه. ال 20 ميجا بكسل اللي هم بيستخدموها دي كترت معانا كتير جدا، ومع ذلك احنا برضو ما زلنا بنشتكي. كاميرا سيلفي كويسه ولكن مش اللي انا اقدر اقول عليها واو دي تحفه، لا مش هي دي المين فوكس في الجهاز اطلاقا. الكاميرا ال 2 ميجا بكسل بتاعت الماكرو برضو ما زالت كاميرا كويسه وتاخد بيها شوتات ماكرو، ولكن لازم تكون في اضاءه النهار بشكل قوي جدا او اضاءه صناعيه قويه جدا، وتعدي زيها زي بقيه كل موبايلات الاندرويد، لان بصراحه اجمل واحد عمل العدسه الماكرو لحد دلوقتي الايفون. اما الكاميرا اللي بعد كده اللي هي 8 ميجا بكسل الالترا وايد، فدي بصراحه كاميرا كويسه جدا وكمان بتقدر تستخدم فيها النايت مود وهتاخد فيها شوتات حلوه زي اللي انا عارضها لك. اما الكاميرا الاساسيه ودي اللي كانت بالنسبه لي مفاجاه وطفره جميله جدا، ال 108 ميجا بكسل فتحه عدسه واسعه f1.7، بستخدم معاها النايت مود وتقدر تصور عليها زي ما انت عايز. وكمان لما بجرب الصور الوضع ال 108 ميجا بكسل بالفعل بيكون فيها تفاصيل كتيره جدا وتقدر تجيب لي حاجات انا فعلا مش شايفها بعيني الحقيقيه، ممكن الكاميرا دي تشوفها. معالجه الالوان والسكين تون ما بقولش ان هم واو، ولكن اتحسنوا بكتير جدا عن الاول عند شاومي، وبصراحه الكاميرا دي انا راضي عنها تماما كموبايل في الميد رينج او الموبايل اللي هو يعتبر الفلاج شيب الصغير بتاع شاومي اللي هو قاتل الفئه المتوسطه. انا معجب بالكاميرا دي وبمعالجتها وبتصويرها وكمان سيطرتها على الاضاءه واللي تفوقت على الايفون بشكل ملحوظ، زي ما انتم شايفين النتائج زي ما انتم شايفينها كده قدامكم بالظبط. فبصراحه انا معجب جدا بسيستم الكاميرات، معجب بمعالجه الكاميرات باستثناء بس العدسه الاماميه. لا العدسه الاماميه لو هديها تقييم هديها تقييم 6.5/10، اما الكاميرا الرئيسيه لو هديها تقييم هديها تقييم 8.5/10. طيب كده خلصنا الاربع مفاجآت اللي انا شفتهم في موبايل شاومي 12T.
فاضل لي نقطتين. المنظومه بتاعه الموبايل دي كلها بتشتغل ببطاريه 5000 ملي امبير مع شحن الدعم 120 واط. انت متخيل ان الشاحن 120 واط تقريبا حط الموبايل نص ساعه خده وانزل، فدي طبعا ميزه كبيره جدا. طب اداء البطاريه على مستوى اليوم كان عامل معايا ازاي؟ عشان اكون صريح معاك، البطاريه كانت ما بتقعدش معايا يوم ونص، هي البطاريه اخرها يوم، يجي على الساعه 7 8 بالليل الاقي فيها 20 25%. بس عشان طبيعه استخدامي انا فاتح اوتو برايتنس على طول، فاتح داتا بشكل مستمر، بعرف لوكيشن، بتكلم كتير في الموبايل، فانا طبيعه استخدامي الاستخدام الشاق. فانت لو زي حالتي استخدام شاق، الموبايل هيكمل معاك اليوم ويجي على 7 8 بالليل عايز يتشحن 20 25%. فطبعا مع دعم الشحن ال 120 واط انا ما عنديش اي مشكله اطلاقا في الموبايل. والاوبتمايزيشن اللي معمول المره دي في الشاومي 12 تي كان ممتاز جدا. اما التصميم الموبايل بقى، ودي النقطه السلبيه اللي مش عجباني، عشان الناس اللي ممكن تقول تحت في الكومنتات فين العيوب، ده من ضمن العيوب اللي انا لقيتها، ان ال 12 تي او عامه سلسله التي سيريز هي السلسله اللي بعد الفلاج شيب اللي عند شاومي، فالمفترض ان كان يبقى ليها يونيك ديزاين شويه. لكن دلوقتي كل اجهزه شاومي الرخيصه والغاليه بنفس الديزاين بالظبط، باختلاف ماتيريال الجهاز. وانا ده بصراحه مش بسطني، كان نفسي اشوف ديزاين جديد بقى لشاومي في سلسلتها الجديده. ولكن زي ما احنا قلنا، عندك الثلاث كاميرات اللي هم على هيئه جسم الانسان كده او عين الانسان، وعندك الكاميرات دي بروزها بروز خفيف جدا، وبالكفر الملحق في الجهاز زي ما انتم بتشوفوا محتويات العلبه دلوقتي، مجرد ما تحط الكفر ده البروز ده هيختفي تماما، والبروز اصلا بسيط جدا. عندك الظهر بيجي من الازاز وجميل جدا ومات فينش، ولكن مش بنفس الخشونه بتاعه ال 12 برو اللي كنت اتمنى الاقيها هنا. هو اقل بكتير، ولكن هو مات فينش، يعني هو هيبصم بس من النوادر جدا يوم ما يبصم، ومش هيلزق فيه البصمات بشكل سريع جدا. ولو عايز تبعد على البصمات خالص، هات اللون السيلفر، ما تجيبش اللون الاسود، مع فريم من البلاستيك. والتوليفه دي ظهر ازاز مع فريم من البلاستيك، فطبعا وزن الموبايل بقى خفيف جدا، 202 جرام مع سمك 8.6 ملم. وطبعا الموبايل وزنه وسمكه في الايد خفاف جدا. عندك سماعتين استيريو حقيقيين زي ما قلنا، وعندك شاحن تايب سي، وعندك درج الشريحه موجود تحت، وعندك الاي ار بلاستر تقدر تتحكم فيه في الاجهزه المنزليه، تكييف، شاشه، اي حاجه تقدر تشغل عندك بريموت في البيت موجود في تطبيق المي ريموت، وتقدر تشغله عادي جدا. وعندك الاكتيف نويز كانسليشن، يعني مانع للضوضاء، ولكن للاسف مفيش وجود لل 3.5 ملم جاك اطلاقا. السماعات القياسيه مش موجوده هنا. الخلاصه والزتونه في موبايل شاومي ال 12 تي، لو انت حد عندك او سي دي شويه وبتحب تمسك الحاجات اليونيك، فلا، هو تصميم الموبايل زيه زي بقيه كل موبايلات شاومي من الغالي للرخيص، ودي انا بعتبرها نقطه سلبيه في الموبايل. انتوا عندكم سلسله التي سيريز يا شاومي، ليه تنزلوها زي بقيه كل الموبايلات؟ يعني المفروض تميزوها شويه، ولكن ده الستاندرد في الشكل والتصميم اللي شاومي واخداه من بدايه سنه 2022. فانت لو عندك الحته دي، التصميم مش هيكون احسن حاجه تعجبك، ولكن هو في الاول وفي الاخر اذواق. تاني حاجه، الكاميرا السيلفي، لو انت واحد بمجنون سيلفي وبتاخد سيلفيات بشكل كتير جدا، الكاميرا دي هتديك سيلفي كويس تحطها على السوشيال ميديا. لكن لو انت بقى عايز تفاصيل في السيلفي وديناميك رينج عالي والكلام ده كله، اعتقد الكاميرا السيلفي دي مش هتكون انسب حاجه لاختياراتك. فيما عدا ذلك، لو انت حد جيمر عايز موبايل كويس جدا تلعب بيه، وعايز اداء كويس قوي، وعايز عتاد قوي، وعايز شحن سريع، فالموبايل مناسب جدا ليك. لو انت حد بتحب تحط السوشيال ميديا وبتلعب من وقت للتاني، برضو الموبايل ليك. لو انت واحد لسه دلوقتي داخل الجامعه وبتدور على موبايل يقعد معاك الاربع سنين بتوع الجامعه من غير ما يصدعك، برضو الموبايل ليك. الحاجه برضو اللي ما عجبتنيش هنا بقى، واللي لازم اقول لك عليها، السوفت وير انا قلت لك ان هو ما فيهوش باجز تماما، ودي حاجه حلوه قوي. ولكن انا نفسي شاومي يعدلوا شويه تصميم الواجهه بتاعتهم. انا مش عارف، بحس تصميم واجهه شاومي لسه برضو ما زالت قلبه على تصميمات الواجهات الصينيه شويه، فانا محتاج الواجهه عندكم تنضج الى شكل احسن، الى شكل اكبر، يبقى ليكوا هويه مستقله بشكل افضل بكتير جدا. وكمان موضوع المكالمات والرسائل، انا عارف ان هو اتطبق على كل موبايلات الاندرويد بقى ولازم بتوع جوجل، ولكن مش شرط ان انا احطهم في كل الموبايلات، ممكن احطهم في الموبايلات الرخيصه والمتوسطه، لكن الموبايلات الفلاج شيب والموبايلات اللي هي الفئه المتوسطه العليا، اعتقد كان لازم تحطوا الرسائل والمكالمات والكونتاكتس بتاعكوا انتوا يا شاومي.
بس كده، دي كان كل حاجة عن الشاومي الـ12 تي ومراجعتنا النهاردة. في ناس اكيد فيكم بتسأل طيب مراجعتك فين للتي برو؟ انا مش هعمل مراجعة كاملة للتي برو، ولكن هعمل مقارنة كاميرات ما بين الـ 108 ميجا بيكسل اللي في الشاومي الـ12 تي وما بين الـ 200 ميجا بيكسل الجديدة، اول سنسور شاومي يستخدموه في مصر هعمله في التي برو، هعمل مقارنة كاميرات ما بينهم، ولكن هتنزل على الاي جي تي في انستجرام وهتنزل على تيك توك. الرسائل طبعا كلها هتكون دلوقتي، امتى هتنزلها دي يا جماعة؟ انا لسه هنزلها تقريبا على الاسبوع اللي جاي. طيب اللي عايز يتابع اللينكات السوشيال ميديا بتاعتنا كلها سواء تيك توك انستجرام تويتر فيسبوك هتلاقوا اللينكات تحت كلها موجودة في الديسكريبشن. اما بالنسبة لسعر الموبايل فهو 15000 جنيه بالمصري، وهتلاقوا سعره بالدولار وبالريال وبالدرهم في اول كومنت مثبت تحت، عشان لو حد من اخواننا العرب بيتفرج علينا وعايز يشتري الموبايل يعرف تسعيره كام بالنسبة لعملة بلده هو. واسيب لكم برضو سعره بالدولار وكل واحد يحسبه على حسب عملة بلده زي ما هو عايز. بس كده اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان ما يفوتكش اي جديد. كان معكم محمد طايل، سلام يا صاحبي.